إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرح الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع وقفات والإمام، وقفات مع سورة النمل، والإمام أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي وتفسيره المحرر الوجيز، والآيات من الحادية عشر أو من الثانية عشر، من الثانية عشر إخواني الكرام، من الثانية عشر حتى الثامنة عشر. وبيقول فيها الله عز وجل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فمع الإمام أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي رحمه الله. ويقول الإمام رضي الله عنه في قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، يعني واضح، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فيقول: ثم أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يدخل يده في جيب، واضح إخواني، وقد أمر الله تعالى موسى أن يدخل عليه السلام بأن يدخل يده في جيبه، لأنها لم يكن لها كم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني واضح رضي الله عنهما واضح رضي الله عنهما وقال مجاهد يعني مدرعة
صوف مدرعة صوف إلى بعض يده، والجيب واضح الفتح في الثوب لرأس الإنسان. وروي أن يد موسى عليه السلام كانت تخرج كأنها قطعة نور تتلألأ، يعني تلألأ. ومعنى إدخال اليد في الجيب ضم الآية إلى موسى وإظهار تلبسها به، لأن المعجزات من شروطها أن يكون لها اتصال بالرأي. وقوله تعالى من غير سوء أي من غير برص ولا علة، وإنما هي آية تجيء وتذهب. وقوله جل وعلا وأدخل يدك في، يعني متصل بقوله تعالى ألقي، يعني تعدد الآيات. وأدخل وفيه اقتضاب وحسف تقديره، وفيه اقتضاب وحسف تقديره، وفيه اقتضاب وحسف تقديره. واضح إخواني؟ تقديره يعني تقديره تمهد وتيسر لك ذلك في جملة تسع آيات، وهي العصا واليد البيضاء والطوفان، وهي العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والحجر، يعني وفي هذين الأخيرين اختلاف. والمعنى يعني يجيء بهن إلى من؟ إلى فرعون دعوة إلى الله عز وجل، وليس إبراز القوة، لا، ده هو دعوة إلى الله عز وجل. واضح؟ دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله جل وعلا. واضح؟ ثم يقول ربنا جل وعلا يا إخواني الكرام فلما جاءتهم آياتنا، فلما جاءتهم آياتنا واضح مبصرة قالوا هذا سحر مبين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم، ظلما وعلوا، يعني واضح. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني يقول الضمير، يقول الإمام أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 788 والمولود سنة 924، يعني مات وعنده 64 سنة الجزائر. فيقول الإمام أبي محمد عبد الحق الضمير في قوله تعالى جاءتهم، فلما جاءتهم الضمير لمين؟ لفرعون وقومه، يعني لفرعون وقومه. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني واضح إخواني، أي معناه يعني معها الإبصار والوضوح، معها الإبصار والإيه والوضوح. وعلى هذا نحو قولهم نهار صائم وليل قائم ونائم. وقرأ قتادة والحسن رضي الله عنهم مبصرة، يعني قرأ يعني واضح لما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني مبصرة بفتح الميم، واضح، مش مبصرة احنا يعني مش مبصرة، لا مبصرة، مبصرة بفتح الميم والصاد، يعني بفتح الميم والصاد، يعني احنا عندنا هنا بالضم وايه والكسر بالنسبة للصاد، لكن هنا الامام قتادة والامام الحسن
قرأوا مبصرة بفتح الميم والصاد، وظاهر قوله تعالى يعني وظاهر قوله تعالى إخواني الكرام وجحدوا بها، يعني واضح، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظاهر قوله تعالى أيها الإخوة الكرام، ظاهر قوله تعالى إخواني الكرام حصول الكفر عنادا، حصول الكفر يا إخوان إيه؟ عنادا، حصول الكفر عنادا، يعني وهي مسألة فيها قولان، يعني هل يجوز يعني أن يقع أم لا؟ فجوزت ذلك فرقة وقالت يجوز أن يكون الرجل عارفا إلا أنه يجحد عنادا ويموت على معرفته وجحوده، فهو بذلك في حكم الكافر المخلد قالوا، وهذا حكم إبليس، وهذا حكم إبليس أيها الإخوة الكرام، وهذا حكم من؟ حكم إبليس، وهذا حكم، وهذا حكم إبليس، وحكم حيي ابن أخطب وأخيه، يعني حسب ما روي عنه عنهما كانوا يعرفون، يعني قال القاضي أبو محمد عبد الحق رحمه الله، وإن عرض هذا المثال فهذا المثال فرض أن إنسان يعني يجوز ذلك فيه، يعني وقالت فرقة لا يصح لوجهين، أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقل، والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن يحل في القلب، وذلك إيمان، وحكم الكفر لا يلحقه، يعني إذا كان هو موقن يعني إلا بأن يحل في القلب كفر، ولا يصح اجتماع الضدين في محل كما هو معلوم محل القلب، يعني قالوا ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يسلب عند الموفاة تلك المعرفة ويحل بدلها الكفر. الترجيح الإمام القاضي أبي محمد، والذي يظهر عندي في هذه الآية وما جرى مجرى أن هؤلاء الكفرة إذا نظروا في آيات موسى أعطتهم قولهم إن هذا ليس تحت قدرة البشر، وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى، فيغلبهم أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنها سحر وغير ذلك حتى يسلب ذلك اليقين أو يدفع، وحكمه حكم المستلب في وجود في وجوب عذابه، يعني هو عايز. لكن هي المسألة إيه؟ إن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لا بد مع توحيد الربوبية من توحيد الإلوهية لو توحيد العبادة، واضح إخواني؟ يعني هو يعرف أن الله هو الذي خلقه، يعني هذه يعني معرفة اضطرارية، الناس كلها تعرف ذلك المسلم والكافر، ولكن النتيجة الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب والكتاب القرآن ونبوة سيدنا محمد، واضح. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، يعني ظلما يعني معناه إخواني الكرام ظلما معناه واضح، ظلما معناه على غير استحقاق للجحد والعلو في الأرض أعظم آفة على طالبه، قال الله تعالى واضح تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، واضح إخواني. ثم عذبه تعالى من عاقبة المفسدين قوم فرعون وسوء، يعني واضح يقول وبعد الحمد لله رب العالمين، يبقى تاني يا اخواني وفي هذا تمثيل لكفار قريش
إذ كانوا مفسدين مشتعلين. وقرأ ابن والثاب يعني وطلحة والأعمش واضح إخواني وعليا. يبقى هنا إيه؟ وعليا وعليا واضح وعليا واضح إخواني. وطبعا احنا عندنا وحكى أبو عمرو الداني عنهم وعن أبان ابن تغلب لما أنهم كسروا العين يعني وعليا يعني عليا كسروا وعليا يعني عليا واضح إخواني عليا واضح إخواني وهكذا يعني نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.